يا حبيبنا يا نبينا
الله أكبر نحن المحمديون ولله الحمد. اللهم صل عليه. يا أيها الرسول فأقام السبيل
السبيل وأوضح السبيل وأعلن بكلمة التوحيد فبان الشقي من السعيد، فأرسلت العين تفيد إلى الثقلين على لسان الأدين بحق اليقين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يا مصطفى الباري يا مصطفى أنت ويا خير الأنام ويا من لا شبيه له، من لا يطاهيك والأكوان ما خلقت إلا لأجلك والمولى اصطفاك له. فسبحان من خص المختار صلى الله عليه وسلم بكل مقدار، وأطلع آل تلك الدار على هذه الأسرار. وصلى الله عليه وسلم الكلمة التامة والرحمة العامة المحيطة بكل صامت وناقص، المحمولة على سفينة ضمنها جميع الخلائق ليس بشريك ولا نفس، فمسؤول عبد في حضرة طالب قوسين أصل غينه عين، وهو الجامع بين الاثنين، شمس ذاته لا تكتف وقمر صفاته لا يكتف، المسلمون تحت لوائه المعقود، والمؤمنون على حوضه المورود، والمحسنون من مقامه المحمود، وسيلة الوسائل الخلقية وفضيلة المقاصد الحقية، والدرجة الرفيعة الدنيوية والأخروية، مأوى العارفين في قرار التبيان، ودار سلام السائرين إلى نعيم العرفان، وخلود المحققين في عدن الصفا، وفردوس المشاهدين في حضرة قدس الاصطفاء، جوده الشاربين صدقا، وتسليم المقربين حقا، وكالسبيل السائقين معرفة وعشقا، بحر الكون لا إله إلا الله، وعين يشرب بها عباد الله، يقول أرواح المحققين، وتنجبيل أشباح المصدقين، شجرة طوبى الأعمال، وسدرة منتهى الآمال، ونظرة صدور الحال والمآل، ومستعلق الشان ببدائع الإمكان، افتتح كتاب الوجود بالنور المحمود، فكان أول من تعين في أصل ما تبين، فأعلن بلبيك منك وإليك، فحفت العناية بنزول الآية مع روح السماء لجلال العمى، وما رأيت إذ رأيت ولكن الله. يا نقطة الباري يا مفتاح أنت ويا خير الأنام ويا من لا شبيه له، من ذا يباهيك والأكوان ما خلقت إلا لأجلك والمولى اصطفاك له. وصلى الله عليه وسلم إلى الله دليل، وللرحمن قليل، وبالرحيم عالم، وللملك والملك قادم، حاكم بالقدوس، سلام للنفوس، مرآة المقبل نور المهيمن، أعزه العزيز بعزته، وقلده الجبار بسخطه، وألبسه رداء العظمة المتكبر، لأنه خيرة الخالق ونعمة الباري وصفة المصور، غفر له الغفار ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ورزقه الرزاق، وطهر به القهار كل من أدبر واستكبر، وهبه الوهاب الشفاعة، ورزقه الرزاق القناعة، وفتح له الفتاح باب العطاء فعلم بالعليم علم جميع الأشياء، ووصف الله عليه وسلم بالقابل ترقيه، وبالباسط تدليه، فضله القابض كل المقامات الرفيعة، ورفعه الرافع على المرسلين جميعا، بلغ بالمعز منار العلا، وسار بالمذل إلى لا حول ولا، فصلى الله عليه وسلم بالسميع البصير يسمع ويبصر، وفي الحكم العدل يبشر وينذر، حفظه اللطيف بالإحسان،
وأطلعه القدير على ما في الأكوان، حباه الحليم بالخلق العظيم، فبشر بالغفور البرية، وقام بالشكور في وظائف العبودية، ورفع العلي مكانه، وعظم الكبير شانه، وحفظه الحفيظ بحفظ إذا نامت عيناي فلا ينام قلبي، وأفراده المقيت بقوت أبيت عند ربي، احتفل بالحديد عن الأضياف، فقلع عليه الجليل خلعة الوقار، وأكرمه الكريم بدوام المشاهدة وأدناه، وعظمه الرقيب من الأعداء وحماه، ويجيب أجاب دعاءه ونداه، عرف بالواسع حقائق الفروع والأصول، وكلم الناس على قدر العقول، ألغى الودود بين العالم، وأشار بالمجيد أنا سيد ولد آدم، أرسله الباعث رحمة للعالمين، وأشهده الشهيد على جميع المرسلين، فدعا إلى الله بالحق على بصيرة، وكان بالوكيل على أحسن سيرة ورأسها لسريرة. يا روح الباب يا مفتاح أنت ويا خير الأنام ويا من لا شبيه له، من ذا يضاهيك والأسوار ما خلقت إلا لأجلك والمولى اصطفاك له. تعز بالقوي لمشاهدة المتين، وجلاه الولي فأصبح للحميد من الشاكرين، نفاه المخطي لشؤون المبدي المعين، فاستيقظ بالمحيي المميت لمرتبة الخلق الجديد، أحياه الحي بالحياة الأبدية، فقام بالقيوم لإرشاد البرية، ودام بالواجد يبكي على الماجد، حتى شهد الواحد في وجوده بلا عين ولا كين، والأحد في سجوده بلا حد ولا وقت، فقضى الله عليه وسلم فرد الوجود، وكرور الصمد الذي لم يزل عند العارفين مشهود، وطاف قلوب العارفين بربهم، وبيفاء تلك الخطة الأزلية، أيده القائم بقدرته فأقام الدين، والمقتدر بسخوته فانتصر على الكافرين. قدمه المقدم على جميع البشر، وأخر المؤخر أعداءه فولوا إلى سقر، فصلى الله عليه وسلم بالأول أول، وبالآخر عليه المعطل، قدس بالظاهر الظاهر، وبالباطن السرائر، خاطبه الوالي فإنك بأعيننا، وقال بشهود المدعى لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فرضه البر بالوسيلة، وفتح به التواب باب التوبة فهي لأمته نعمة جزيلة، أنعم عليه المنعم بالقرآن، فهزم بالمنتقم سور الطغيان، أماه العفو بالرؤوف لرحمة قلبه، وأشهده مالك الملك ذو الجلال والإكرام مفاتيح غيبه، فبين بالمقتدي الأحكام، ورفع بالجامع الأوهام، أغناه الغني بمشاهدته عن السوى، وزكاه المغني بقوله وما ينطق عن الهوى، أعطاه المعطي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ومنعه المانع من إفشاء سر القدر، آمنه الطار بآت له مرتبات بين يديه ومن خلفه، ونفعه النافع بأن رفع عن أمته تجليات مسجده وفصله، وصلى الله عليه وسلم نور النور العظيم، ويهادي إلى الصراط المستقيم، معراج أرواح الرجال لربها،
بلغت به في سيرها الأمطار بالبديع بديع الذات والصفات وبالباق الممد لجميع المخلوقات أولنا الوارد به الكتاب المبين فأرشدنا بالرشيد إلى مراتب اليقين اللهم إنا نسألك بفضله يا صبور أن تجعلنا من أهل الحضور وأن ترسلنا بأسمائك الحسنى إلى دولته العظمى وأن تجمعنا في الدنيا والآخرة مع مشاهدتك بفطرته الكبرى يا قدر الباري يا مفتاح أنت ويا خير الأنام ويا من لا شبيه له من لا يضاهيك والأكوان ما خلقت إلا لأجلك والمولى اصطفاك له هذا وما تبلغ الله صلى الله عليه وسلم رفيع رجاله عريض منيع وصلى الله عليه وسلم سيدنا محمد بن عبد الله السبيل ابن عبد المطلب بن هاشم الرجيم ابن عبد مناف بن قصي ابن حكيم بن مرة بن كعب بن لؤي ابن غالب بن سهر بن مالك بن النصر ابن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس صاحب النهي والأمر ابن مضر بن نزار ابن معد بن عدنان أتم صاحب الشريعة والتبيان ومتع النهر الإرادة القديمة الأقدسية ببروز جوهرة جلد الحضرة القبائية بطلوع فجر الأسماء والصفات وإشراق صبح طلعة الذات انزلق من ليل الأزل نهار الأبد وأشرقت شمس التكوين في الوجود فوحد الواحد الأحد وظهرت ظهور الألوهية ونفذت أحكام الربوبية وأثر جلال العزة عن جمال العظمة واستوى الرحمن على عرش الأسماء فأثر على مظاهره وثرات القيومية في الأفضل فأتم نظامها بتكوين الإنسان فكان آدم عليه السلام مشهود وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المقصود والله سبحانه وتعالى هو المعبود وعند وجود التكاثر وقع التهابر والتناثر فجاء التنبيه لأهل التنزيه والتشبيه من الكاف والنور عن سر الغيب المكنون إنا لله وإنا إليه راجعون يا نقطة الباري يا مفتاح أنت ويا خير الأنام ويا من لا شبيه له من ذا يضاهيك والأكوان ما خلقت إلا لأجلك والمولى اصطفاك له ولما قدرت الظهور الإرادة ولبس الكون قلة السعادة والتقطت صدفة آمنة الدهر جوهرة النهي والأمر تكلل وجه الزمان بالفرح واتسع سطر الأوان وانشرح بقدوم يوم الدين وقامت قيامة المشركين فذبح يحيى العلوم الصوتية كفح الجهل ونسقت براهين المشاهد الحقية شريعة العقل ووقع التسليم في جميع الأقاليم وانفتحت أبواب جنات الشهود وصرت عين الحياة في الوجود ونطقت دواب نقود تلك العالم وقالت أثمرت الله شجرة آدم واستأنست الروح إيحاك بر الإنسان واطمأنت في دان ظهور القلب والجنان وبشر بعضها بعضا بالحال وبتحويل المشهد للكمال وأصبح كل ملك من ملوك النفس الأمارة أقل وسريره منكر ونادى ملك الإلهام في عالم الملك والملكوت إن الوجود تقدس وإن الصبح تنفس وإن تلك للسارئ
والملك المالك، فقد أشرقت شمس الكمال، فلا أصول ولا زوال، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، فقد آن ظهور سيدنا رسول الله، من له حاجة فليسأل الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالي الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد بالقدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفث عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يا قرة ومناما واجعله يا رب روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الاخره يا عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا نقطة الباء يا مفتاح أنت ويا خير الأداب ويا من لا شبيه له من ذا يضاهيك والأكوان ما خلقت إلا لأجلك والمولى اصطفاك له وأبدى الله يا حصرت بشرا بين يدي رحمتك ولمعت فوارق شريعة سيدنا محمد وطلعته سمعت آمنة القلب ما أزعجها فجاء طائر الأمن فأبهجها ثم التفتت إلى جهة اليمين وإذا هي بقدح من حق اليقين كالآن من لبن المعارف فشربت وزالت عنها الروائد وجاءت قضية حقيقية وآتية النفس المرضية والحور العين الإلهامات الروحية وهدني باج العقل الأبيض بين الأرض والسماء فتميزت به جميع الأشياء ووقفت في الهواء موارد المعارف بأباريق العوارف من فضة نقاط المواهب اليدوسية مملوءة من عقل معاني الحقائق الصوتية وتصييب الوجود واستقبال ذلك المولود وجاءت هدن البشائر على صفة الطيور مناخيرها تورد السرور وأجنحتها ياقوت القبور وكشف الله عن بطن آمن ذلوه فرأت ما يحير الذنب ثم رأت من اسم العلام ثلاثة من الأعلام علما بالمشرق أزهر وعلما بالمغرب أنور وعلما على البيت العتيق المطهر إشارة بأن نبوته صلى الله عليه وسلم شرقية وولايته غربية ورسالته عامة لجميع البرية والثلاثة مجموعة في ذلك المظهر والله أعز وأكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر فعند ذلك تضعت الأنوار وأشرقت الأبطار ورفعت الأسفار وولد النبي المختار صلى الله عليه وسلم صاحب الجلالة والوقار بسم الله الرحمن الرحيم
في كل لمحة ولفة عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد بهذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا ربي روحا لذاتي من جميع الوجود في الدنيا قبل الآخرة يا ربي بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الله أكبر نحن محمديون ولله الحمد. 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 لا نحتاج إلى برهان إنه يطرح للعالم كله الوسط الضروري في المكان الذي يجمع كل خلق الله المحبين ويشكر لهم صلى الله عليه وسلم من يحبون فطبعا علاقتنا مع الأخوة المسيحيين القسم المسيحي في الأسرة القروية علاقة قديمة وممتدة بعيد عن الإعلام والكلام الفاضل سنادي الأخوة المسيحيين شاركوا في الاحتفال مش يحضروا ويشاركونا السأل مشاركة فعلية طبعا الظروف الأمنية حسنت أنه يبقى في منظومة أمنية خاصة بمنظرة تؤمن المداخل والمخارج أمن الاقتصاد فيه إخواننا المسيحيين شبابهم واجب مع شباب دندرة شباب الأسرة الدندروية واجب مع إخوان المسيحيين إضافة إلى ذلك قالوا إشمعنى يعني أنتم دندرة تفتح بيوتها وتستقبل الضيوف وإحنا لا نستقبل الضيوف دي المحك مش جلسات كلتورية كده الأطفال لا قدمونا مشكورين دار ضيافة خاصة بهم من على أعلى مستوى قالوا لي الضيوف صلى الله عليه وسلم الله أكبر نحن محمديون ولله الحمد شفت بقى انك انت لما ترتبط به صلى الله عليه وسلم
أحد يعني عند الصبور الأمير في ساحة بيروت، وأحد عقول النخبة الغربية اللي أنا شخصيا منها كل احترام. كنا من طرح فعال طرف لها أنها أكون في كريم وأكون في فوق. عاوزين نستمع إلى هذه الكلمة عشان مفتاح سلسلة مناقشات في الكتاب الجزء أو في الجزء الثاني من الكتاب الثاني. متفقين؟ الله أكبر، نحن محمد وعلى الله الحمد. الله أكبر، نحن محمد وعلى الله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله لجميع محامده كلها ما علمت منها وما لم اعلم، على جميع نعمه كلها ما علمت منها وما لم اعلم. اللهم افتح لنا بفتح سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد، واغفر لنا بمغفرة سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد، واتم النعمة علينا بنعمة سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد، واهدنا بهدي سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد، وانصرنا بنصر سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد. وصلى الله وسلم رب العالمين على رحمته للعالمين ووليه للمؤمنين درة الأنبياء وذات المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى والديه الصاهرين وأهله المطهرين وصحابته المكرمين، وعلى كل من ارتبط بشخصه فصار من اهل معيته الغر الميامين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ادم الله سبحانه افراحنا بسيد البشر محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام. انوار الكلمه معتقداتنا الايمانيه في خواص الذات المحمديه. شغلني الفصل الثاني من الجزء الثاني من الرفيقة البيضاء وعنوانه خواص الذات المحمدية، وأعترف أنني قرأت الفصل عدة مرات عندي أحيط معرفة به، ولكني توقفت عند معنى كلمة خواص وعند عبارة الخواص الذاتية للإنسان أو خواص ذات مطلق الإنسان. وكعادتي في التفتيش عن معنى في مصطلح الدندراوي تتفرت ورود كلمة خلاص فيما بين أيدينا من نصوص مطلوعة ووثيقتنا البيضاء، طمعا أن تدلني سياقاتها على معنى كلمة خلاص في اللغة الدندراوية. وجدت أربع مرات الكلمة وردت في الجزء في الكتاب الأول، مرة واحدة وردت في الجزء الأول من الكتاب الثاني، وأكثر من 50 مرة في الكتاب الثاني الجزء الثاني. فوجدت أننا نكرر هذه الكلمة كل يوم عدة مرات في الدعاء الذي نقوله عقب العهد والميثاق، وهي قولنا اللهم اجعلنا في الدنيا من أهل معيته وفي الآخرة من أهل صحبته، اللهم اجعلنا في الدنيا من خواص حملة رايته وفي الآخرة من خاصة بخدم حضرته.
وفهمت منها أننا عندما نسأل الله سبحانه أن يجعلنا من خواص حملة رايته، فهذا يعني أننا لسنا وحدنا حملة الراية المحمدية صلوات الله على صاحبها، بل هناك غيرنا. وفي الوقت نفسه أن حملة الراية المحمدية ليسوا كلهم سواء، ففيهم الخواص وفيهم العوام. ويصبح معنى القول اللهم اجعلنا من خواص حملة رايته، أي من نخبة ومن خيرة الذين يحملون الراية المحمدية، فيؤدون المهمة بهمة وثبات وعلى وجهها الصحيح كما يحب صاحبها ويرضى صلوات الله عليه. وهذا المعنى للفظ أفادني أن كلمة خلاص لا تدل على كتلة، وإنما تدل على الخلاصة النافعة. مثلا في قطاع الأدوية قد يحولون ثمرة من الثمرات كالأناناس أو غيرها إلى حبة صغيرة مجففة، وتحتوي هذه الحبة المجففة كل خواص الأناناس. أيضا نقول في لغة أهل التربية إن هذا الصنف من الخضار يخسر خواصه عند الصبر. كل ذلك يدلنا أن الخواص هي منظومة صفات ومواصفات وأحوال وأفعال. والآن ما معنى خواص الذات أو الخواص الذاتية للإنسان؟ وجدت في الكتاب الأول من وثيقتنا البيضاء أن عبارة خواص ذات الإنسان أو مرادفها الخواص الذاتية للإنسان قد وردت 4 مرات، واحدة منها عند الكلام على صاحب التكوين المحمدي الذي يصل بالحب العظيم إلى مرتبة الإيمان، وثلاث منها عند الكلام على هوية الإنسان الفردي. وبمقارنة النصوص والتفتيش في ثناياها انتهيت إلى أن خواص ذات الإنسان هي منظومة الصفات والاستعدادات التي تتشكل أولا في نطفة الشخص الخاصة من إرث سلالتين، سلالة الأب وسلالة الأم، وهي ما نسميه اليوم